بسم الله الرحمن الرحيم. بنبتدي اليوم تسجيل المحاضرة الثالثة أو الشابتر الثالث من مقرر الصناعة والبيئة، وفيها هنتناول أهم الانبعاثات الغازية اللي بتأثر على تلوث الهواء. فبنتكلم على التوكسيك إميشنز، وبنشوف الأدفرس إمباكت لهذه الإميشنز على البيئة. وإذا ما احنا شفنا المحاضرة اللي فاتت، هنكمل استكمال كلامنا عن الأمبيرن الهيدروكربون وعلى الكربون مونوكسيد اللي هي أول أكسيد الكربون. فأول حاجة الميجور هارمفول تايبس أوف إميشنز، أهم 9 عناصر مؤثرة ومؤذية للبيئة. أمبيرن هيدروكربونز اللي هي الهيدروكربونات الغير محترقة زي ما قلنا. الكربون مونوكسيد اول اكسيد الكربون، النيتروجين اوكسيد اكسيد النيتروجين، سلفر اوكسيد اكسيد الكبريت، دول مهمين جدا. السود اللي هو عندنا اللي احنا بنسميه باللغه العربيه الهباب او ترجمة على السخام، لكن هو السود اللي بيتكون نتيجه الحرائق ونتيجه التفاعلات. السموك الدخان، الاوزون طبقه الاوزون وما ينتج عنها من تلوث للبيئه، الكربون دايوكسيد اللي هو ثاني اكسيد الكربون، البارتيكوليت ماتر. دي من أهم العناصر الملوثة عندنا للبيئة ومن العناصر الغازية الملوثة للهواء. فلما نتكلم على الـ adverse impact of unburned hydrocarbon many toxic compounds that cause cancer and other adversities، احنا بنقول انه عندنا الـ unburned hydrocarbon دي ليها تأثير سلبي على الإنسان بيسبب الكانسر وبعض الآثار السلبية على صحة الإنسان. الـ unburned hydrocarbon toxins are determined by their chemical properties. الـ unburned hydrocarbon react with nitrogen oxide، يعني ممكن الهيدروكربونات المحترقة تتفاعل مع أكسيد النيتروجين في وجود ضوء الشمس، بتأثر على طبقة الأوزون. الـ unburned hydrocarbon play an important role for following NO2 و O3 which are health and environmental hazards، اللي ليها آثار سلبية على البيئة. يبقى احنا بنقول دي الآثار السلبية للـ unburned hydrocarbon. الـ CO أول أكسيد الكربون بيسبب الـ pathological and physiological changes، بعض التغيرات في النسيج بتاع بعض الكائنات، وبالتالي بيسبب تأثير على الهيومن بادي على جسم الإنسان. الـ CO produce microcardial and neurological injuries، بيأثر بعض المشاكل اللي بتأثر على القلب. الـ CO block delivery of oxygen and cause cellular hypoxia، يعني بنقلل على الأول أكسيد الكربون بيؤثر على الأكسجين وبيسبب اللي هي الخنقة أو بيسبب بعض الأزمات لبعض المرضى الأمراض الصدرية. الـ CO causes impairment judgment and headache، بيأثر بعض عدم الحكم، عدم السيطرة على الحكم، يبقى الإنسان شايف الأشياء ما يقدرش يحكم عليها كويس، وبيسبب صداع، يعني بيسبب عدم اتزان في الرؤية لبعض الناس اللي بيتأثروا بهذه البيئة. المحاضرة القادمة إن شاء الله نستكمل بقية الأدفرس إمباكت على صحة الإنسان.